مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والذي نطالع فيها أهم وآخر الأنباء والمقالات الواردة في مواقع الأخبار والصحف العربية المهتمة بالشأن اليمني. والبداية من المواقع الأخبارية، حيث ما يزال موضوع عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن يشغل الاهتمام والتساؤلات. وفقا لموقع عدن تايم، فقد قال محافظ عدن عيدروس الزبيدي إن العاصمة جاهزة لاستقبالهم متى ما قررت الحكومة العودة، منوها إلى أن عدم عودة الرئيس والحكومة إلى العاصمة عدن لم تكن بسبب المخالفات أو المخاوف الأمنية على الإطلاق، فالرئيس والحكومة سبق وأن عادوا إلى عدن ومارسوا أعمالهم من هناك مرات عدة. لكنه أوعز عدم العودة إلى انعدام الميزانية التي تحتاجها الحكومة لتسيير شؤونها، معربا عن أمله في أن يستمر دعم دول التحالف العربي للحكومة حتى تعود إلى العاصمة عدن لتقديم شيء للناس. كما عنون الموقع أيضا ضبط خلية من 9 أشخاص تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في عدن. ونقل موقع بوست عن المستشار القانوني هائل سلام قوله إن وصف كيري للحوثيين بالأقلية يبرز لتدخل أمريكي قوي في الأزمة اليمنية. ويقول الموقع بوست انتقد المحامي والمستشار القانوني اليمني هائل سلام تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأخيرة التي قال فيها إن الحوثيين أو الأقلية في اليمن. وقال سلام أيضا تصريح كيري يشير إلى فشل دبلوماسي حقوقي وقانوني ذريع للحكومة الشرعية من جهة، وإلى حاجة المجتمع اليمني إلى الانتظام على أسس وطنية دستورية تحقق اندماجا اجتماعيا يعترف بالهويات الخاصة ويتجاوزها إلى هوية وطنية جامعة في آن واحد كحل وحيد وأوحد لضمان الاستقرار والتقدم والنهوض. وأوضح سلام أن كثيرا ما تكون الأقليات ذرائع مناسبة لتدخلات القوى الكبرى خدمة لمصالحها هي في الأساس، وليس لحماية حقوق الأقليات المتذرعة بها إلا بالتبعية. التنازلات المتبادلة واجبة. تحت هذا العنوان كتب فتحي أبو النصر مقاله المنشور في يمن مونيتور، وقال الكاتب بينما تستمر اليمن ضحية لعصبوية الحوثي وثأرية صالح، كما لفيدرالية هادي ولتيار الانفصال، وخارجيا فهي ضحية لابتزازات الدول الكبرى التي تعرف جيدا كيف توظف الحروب الأهلية والصراعات الناشبة بين السعودية وإيران في المنطقة لصالحها، كما لصالح مافيات التقسيم التي تتوحد معها في صياغة وتحقيق التكتيكات والأجندات المؤدية لإثارة القلاقل وعدم الثقة وفرض الأمر الواقع عبر استدامة الحروب ذات الأهمية الجيوسياسية، وكذا مواصلة السطو على ثروات الدول المكتفة اليدين أطول وقت ممكن. الخطة الأخيرة التي أعلنت عنها أمريكا والسعودية وبريطانيا والإمارات تمثل الفرصة الأخيرة للجميع، مع ضرورة أخذهم في الاعتبار مجمل تبعات فشل السياسة وفشل الحرب. وما بين الحالتين طبعا كل كوارث ومخاطر استمرار هذا الوضع المعلق والمشوه واللا مسؤول، فضلا عن كل ما تحدثه تبعات الدولة المتشظية والمنهارة أصلا، خصوصا مع تفاقم مختلف التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والإدارية والمجتمعية والمؤسساتية والمالية. الفرصة الأخيرة لطرفي الانقلاب والشرعية معا تنطوي على خارطة طريق واقعية لا بد منها لتقرير مصير وطن وشعب يغرقان الآن بكل فظاعة وقسوة، بينما يحتاجان للانتشال الفوري وللإنقاذ فقط بعيدا عن المزايدات والرهانات على المجهول. الفرصة التي لن تقبل مزيدا من المراوغات والمغامرات والتقديرات الحمقاء والمتشنجة والانتحارية التي بلا أفق طبعا. أما الطرف الذي سيواصل أوهامه وعنترياته ولا مبالاته ويرفضها سيندم ويتحسر ويبكي على اللبن المسكوب، كما سينال اللعنة الوطنية الخالدة إلى الأبد. إلى موقع عدن الغد، والذي عنون في صفحته الرئيسية قيادة محور شبوة نعمل على إقامة مخيم للنازحين الأفارقة،
ووفقا للموقع فإن قيادة محور شبوة قالت إنها تعمل حاليا على إقامة مخيم لإيواء النازحين من دول القرن الأفريقي إلى المحافظة والذين قدموا بصورة غير شرعية. وقال مصدر في قيادة المحور لمراسل عدن الغد إن قائد المحور قائد اللواء 30 مشاه العميد ناصر علي النوبة قام بزيارة لموقع إقامة المخيم في مدينة عتق، وأكد على سرعة إنجازه وتوفير مختلف الخدمات الأساسية والضرورية للمخيم والتي تليق بالكرامة الإنسانية لهؤلاء النازحين. ولفت اللواء النوبة إلى دواعي إقامة المخيم وأهدافه، وقال بأنه يهدف إلى السيطرة واحتواء ظاهرة النزوح الجماعي للأفارقة وبصورة يومية إلى المحافظة، منوها إلى أن هذه الظاهرة باتت مخلقة ومثيرة للمخاوف ولها أضرارها على الأمن الداخلي والقومي لليمن ودول الجوار. اليمن ونشوة الانتحار. تحت هذا العنوان كتب هاشم عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال الكاتب: مبدئيا كانت الأمم المتحدة مسؤولة عن بدء الخطوات لتنفيذ قرار مجلس الأمن في شأن إنهاء الانقلاب من خلال انسحاب القوات من المدن وإخلاء المرافق والمؤسسات الحكومية من أيدي الانقلابيين وعودة رئاسة الدولة والحكومة إلى أداء مهامها، ومن ثم تجري عملية تسليم الأسلحة للدولة والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي رسمت مسارا لما يمكن وصفه باليمن الجديد. لكن البداية مع الأسف دارت بصورة التفافية على هذه القضية، وكان غياب دور الأمم المتحدة المفترض أقرب إلى مساهمة فعلية لتمديد عمر الانقلاب الذي بات منقلبا على الأمم المتحدة ذاتها وتحويل المشاورات إلى مناورات عبثية. في المشاورات كما جرت بذل وفد الحكومة اليمنية جهودا كبيرة وتحلى بالصبر والمسؤولية بهدف وضع نهاية موفقة لمن زلقت إليه اليمن منذ الانقلاب. في مقابل هذا الموقف كان الطرف الآخر يناور ويوافق ثم يتراجع ويلعب على الأمور المطروحة. في ختام المشاورات التي احتضنتها العاصمة الكويتية ولدت المفارقة العجيبة، وافق وفد الحكومة على القرار الأممي في شأن الخطوات العملية والتوجهات للمضي في إعادة الأمور إلى مجرى العملية السياسية، لكن طرف الانقلاب لم يكتفي باللعب على عملية المشاورات بل أقدم على خطوات ناسفة لكل ما تدعي الأمم المتحدة أنها تعمل من أجل تحقيقه، وجاء هذا بابتداع آليات تحالفية للانقلاب في شأن قضايا البلاد في إمعان لخرق الدستور وتحد للإرادة الدولية، والأهم تجاهل الأطراف والمصالح الوطنية. موقع يمن مونيتور عنوان في صفحاته الرئيسية: بيع الذهب معركة اليمنيين الأخيرة في مواجهة الحياة القاسية. وفي التفاصيل قال الموقع: تشهد محلات بيع المجوهرات إقبالا شديدا من اليمنيين لبيع مجوهراتهم في خطوة تعبر عن ضعف السيولة وقلة الدخل لدى المواطن اليمني استعدادا لمواجهة عيد الأضحى في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال اليمن مونيتور علي الوشلي وهو صائغ ذهب: أيام الأعياد خاصة قبل عيد الأضحى المبارك التي تصاحبه أعراس بشكل كبير، نشهد عملية إقبال كبيرة في بيع واستبدال معدن الذهب الذي يشهد ارتفاعا كبيرا هذه الفترة، ويفتح شهية المواطن ويفتح له المجال في تسديد ما عليه من الديون وحاجاته ونواقصه التي يسعى لتكميلها. ونذهب إلى موقع المصدر أونلاين لمطالعة أهم العناوين الواردة فيه: مقتل قيادي حوثي ومرافقيه بغارة في مديرية باقم والتحالف يكثف من عملياته الجوية في صعدة. ومن تعز جاء العنوان التالي: بيان يقول مقتل 19 حوثيا في معارك مستمرة ضد المقاومة وغارات للتحالف بمدينة تعز. وفي الشأن السياسي عنوان الموقع: الحكومة تبدي قبولها بخطة كيري شريطة أن يكون ذلك تحت سقف المرجعيات الثلاث. ومن العناوين أيضا: مسؤول إيراني: السعودية سترضخ للواقع بسبب فشلها في اليمن وستتعاون مع طهران. وقبل الانتقال إلى ما قالته الصحف العربية لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أنا
اخرجوا عيالنا، اخرجوا اخواتنا. انا اشهدكم الله بحق الاخوه بحق الاسلام، خافوا من الله، احنا كلنا يمنيين. اسالكم بالله، اسالكم بالله، اخرجوا عيالنا من السجون، اخرجوا عيالنا من السجون. انا اشعر مرض ابني قصته، قصته اللي يخرج، تخرج اللي يخرج زوجها. مجددا نرحب بكم ونلقي نظرة على ما قالته الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط والتي قالت بحذر شديد جاءت إجابات السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر على أسئلة الشرق الأوسط بخصوص الوضع في اليمن، والذي قال: لا حل عسكري في اليمن، وإنما هناك حل سياسي، ولم يفصح الدبلوماسي الأمريكي عن خطط بلاده وتصوراته لمستقبل العملية السياسية في اليمن. وقال السفير: الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع هي عبر المفاوضات التي تنهي القتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وينتج عن ذلك انسحاب الميليشيات من المدن الرئيسية وتسليم الأسلحة الثقيلة. ويضيف أيضا: لدينا خريطة الطريق بموجب مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة مدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 25 أغسطس. وحول ما إذا كان داعش يشكل تهديدا على اليمن، قال السفير الولايات المتحدة الأمريكية: لم نرى ذات القدر من اختراق داعش في اليمن كما رأيناه في العراق وسوريا، ولكن تبقى القاعدة في شبه الجزيرة العربية تشكل تهديدا على المواطنين اليمنيين العاديين. والمعارك التي لا تتوقف في جبال نهم وتلالها تحتل مساحات واسعة من التحليلات والتوقعات، حيث عنونت صحيفة القدس العربي: الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يدقان بوابة صنعاء الشرقية. وقالت القدس العربي: في بلد تتنازعه الحرب منذ أكثر من عام وتشتعل نيرانها على أكثر من جبهة، باتت المعركة الأكثر أهمية هي تلك التي تزداد وتيرتها يوميا على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء من جهة الشرق. وتضيف الصحيفة: منذ مدة بدأت الأنظار تتجه صوب معركة صنعاء، وتحديدا القتال الدائر في محيط جبهة نهم شرقي العاصمة، وباعتبارها الجبهة الأهم والأكثر واقعية لتحرير المدينة من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح، الذين يسيطرون عليها ويفرضون ما يشبه سلطة الأمر الواقع ويضعون أيديهم على ما تبقى من مؤسسات الدولة. يولي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المواليان للحكومة أهمية قصوى لتلك المعركة، مستندين على مبررات وجيهة بينها قصر المسافة من نهم إلى وسط العاصمة صنعاء، والتي تقدر بعشرات الكيلومترات فقط. أوباما أمثولة العداء في جنازات اليمن. تحت هذا العنوان كتب صبحي حديدي ما قاله المنشور في صحيفة القدس العربي، وقال الكاتب: المبادرة الأمريكية تبدو اليوم أقرب إلى تلك الأمثولة العتيقة حول قاتل يقتل القتيل ثم يسير في جنازته، خاصة وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما صاحب عقيدة سحب الولايات المتحدة من ميادين الحروب الخارجية، كان بين أكثر رؤساء أمريكا المعاصرين تعطشا إلى استخدام عمليات الاغتيال الفردي عبر الطائرات بلا طيار في اليمن تحديدا، وهو بهذا لا يسير خببا في جنازات اليمن، بل هو يعدو عدوا خائضا في الدماء والجثث ومواكب النازحين وقوافل الجياع، ليس أقل بل أعظم مسؤولية من سادة الحرب الأهلية أنفسهم. وفي مقابل مهزلة الاتفاق بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام حول إنشاء مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون البلاد، واجتماع البرلمان اليمني للمرة الأولى منذ سنتين لمنح المجلس الثقة، واقتصار حضور الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي على اللقاءات البروتوكولية، فإن المبادرة الأمريكية لا تبدو كسيحة ومعاقة وتحصيل حاصل لتراث العجز في جولات الكويت فحسب،
بل هي معطلة سلفا ما دامت تنطلق من مطالبة الحوثيين بسحب أسلحتهم من صنعاء، أي الاستقالة من النزاع طواعية عمليا والقبول بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكأن المجلس السياسي العتيد لم يرى النور وسط ضجيج وعجيج، وما خلا السير في جنازات اليمن. ما الجديد الذي أضافته المبادرة الأمريكية إلى حلول ومقترحات؟ جهد في اختراعها إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن طيلة أشهر ممضة وثقيلة ودامية. صحيفة العربي الجديد عنونت في صفحتها الرئيسية: مبعوث الأمم المتحدة عالق في اليمن. وفي التفاصيل قالت الصحيفة: على مدى أشهر من دور الأمم المتحدة في الحرب الدائرة في اليمن، ظل مبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد مادة مثارة في الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت الصحيفة: على الرغم من النتائج المخيبة التي يطلقها الساسة اليمنيون على مفاوضات الأمم المتحدة، إلا أن تصريحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول تفاؤله من المحادثات السياسية بدت مادة للانتقاد وأحياناً للسخرية لدى قطاع واسع من اليمنيين. وتابعت الصحيفة نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مركبة تسخر من حال ولد الشيخ بعد استلامه لملف المحادثات السياسية اليمنية وكيف سيبدو بعد الوصول إلى الحل النهائي. وصحيفة الخليج الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها: شرطة عدن تعتقل المسؤول العسكري لتنظيم داعش في جنوبي اليمن. وفي تفاصيل الخبر أوردت الصحيفة: أعلن مدير شرطة عدن اللواء شلال شايع تنفيذ عمليات نوعية استهدفت أوكار الجماعات الإرهابية أسفرت عن توقيف المسؤول العسكري لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب اليمن. وذكر شايع أن وحدة أمنية متخصصة بمكافحة الإرهاب تابعة لإدارة شرطة عدن نفذت عملية نوعية بعد استكمال الرصد والتحري، تم على إثرها مداهمة أوكار مختبئ فيها عدد من أفراد وقيادة تنظيم داعش بضواحي العاصمة المؤقتة عدن، ومضيفا أن من بين من تم إلقاء القبض عليهم أحد أبرز قيادات داعش الذي يعد المسؤول العسكري للتنظيم في جنوبي اليمن، والذي تبنى عددا من الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية في عدن وفي فترات سابقة، كما تم العثور على مواد متفجرة تستخدم في تجهيز السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة. تسرد الكاتبة العمانية فاطمة الشيدي قصة شاب عربي يحاول أن يخلق ويحافظ على حياته في المهجر وأن يصبح جزءا من العالم الجديد الذي لجأ إليه. وتقول الكاتبة: علي الشاب الصغير الذي قرر أن يعيش خارج كل نصوص الدنيا الباهتة، فلم يتحول إلى حكاية أو قصيدة تزين الشاشات وتهب العزاء للنفوس العاجزة، ولم ينتظر مع شلاجئ ليقتات به كالكثيرين، ولم يمد يده على أحد الأرصفة كما يفعل الكثيرون أيضا الذين يتخذون وضعية السجود للمرة أو للقرش أو للألم والغربة. اختار علي الوقوف خارج النص حيا والعمل والسعي الحثيثة ليقاوم أوجاعه بقوة ويرمم أحلامه المنكسرة بدأب وتأدى، ويهزأ بفكرة الاغتراب المقيت الذي يعرش على الروح كنبات طفيلي يمتصها رويدا حتى تذوب منها حرارة الدفء والحب وتخلف استسلاما ووجعا لا يبرأ. اختار أن يعمل كي لا ينتظر الموت ولا ينتظر الوطن، وكي لا يتحول إلى شماعة لنص كوني يكتبه الخاسرون والمنتصرون على حد سواء بمهل زائف وحسرة كاذبة. يتفرع علي يوميا في الكونية خارج الشاشات ويتكاثر خارج النص ويتناسل في الحياة، يصبح وجوها تسبقك إلى المترو وتركب معك القطار وتجلس في المقاهي وتسير بخطى هادئة في أمكنة قريبة منك في بلاد البرد الخارجي والدفء الداخلي، وفي بعض بلاد البرد الداخلي والاحتراق الخارجي التي منعتهم أغلبها من المثول بين يديها. ستجد المهاجر واللاجئ يحاول التشبه بالمكان في حركته ولبسه
ويخونه انكسار عينيه ووجع كالقيد يثقل خطوته وذاكرة ملتبسة ممتلئة لم تنظف بعد من طحالب العالم المريض الذي جاء منه. مجموعة من رسوم الكاريكاتور نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. إلى اللقاء.